السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اليوم راح اورجيكم شايف استخرج الملح تبع الاكل. هاي نحن هلا هون بالملاحات. هاي الملاحات بتعبى مي وبتجي بعدها بتجمع مثل هيك الكتل اللي شايفينها هنيك. هذه الكتل بجمعوها هنيك تنشف بحراره الشمس، تتعرض لحراره الشمس تنشف بجمعوها مثل الكتل هنيك بجيبوها مثلا بتجمعوها هون زي ما بدك. وكله قدام منك كذا وكل العيون اللي تملى مني الملاحه اللي تكون منها الملح اللي جوا بنفتح من قدام منها بتكون ملح دي بتملى طبيعي مليان على طول كده. تمام هذه مليانه على طول مي دي عيون مية دي عيون مية ما بتزيدش عن كده ولا تنقص. تنقص شوي لكن ما تزيدش. تمام هي دي اللي بنبلى بيها وبنعمل الكوم اللي جوا دي. يعني المية دي هي اللي بتملى الملاحه. هي اللي تملى الملاحه على طول الشط بتاع الملاحه. اللون الاحمر دوت لانه حرف الملاحه لما بتجمع الملح وطلعه برا ينشف يروح اللون الاحمر ده مع الرصيف. الملح بعد ما تجمعه من الملاح تيجي تجمع هنا تمام بحيث ان يصفي المي اللي فيه ياخذ مجال ينشف وبعدين تعبيه في شوله بيتباع بقى للتجار اللي هم تجار المون. في بعض من الناس ياخذوه يعني يستعملوا الاكل تمام وده اخر يعني اخر مرحله لي من الملاحه اخر من طول المراحل اخر مرحله. وبعدها بتيجي مثلا شركات ومصانع بتاخده للتعقيم بنحط مكسرات زي ما كنتم شايفين الملح خشن بصير مثلا بعد خش المصانع والمعامل بيتعقم بيطلع ناعم بحطوه بالكسارة بيطلع ناعم ونصالح الأكل ساعتها.